اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي برنامج سياستير، برنامج كاريكاتير السياسي الاجتماعي اللي بيعبر او بيرسم ملامح احداثنا وواقعنا وحياتنا بالكامل من خلال رسوم وصور كاريكاتيريه زي ما تعودنا. بعض الخطوط ربما تكون الخطوط دي اكثر وضوحا وتعبيرا عن الافكار والاراء للبرنامج الكاريكاتير يمكن من الكلمات، فعاده الصوره بألف كلمه. بكل تأكيد أول الأسبوع ده كان عندنا حدث مهم جدا وهي زيارة بابا السلام البابا فرانسيس لمصر. أول صورة معانا هي بدء عن الموضوع ده، وهنبص هنلاقي مرحبا بكم على أرض السلام. بابا السلام يأتي إلى أرض السلام، رسالة مهمة جدا عكستها الزيارة، زيارة البابا فرانسيس إلى مصر. هذه الرسالة فادها إلى العالم أن القيادة السياسية برؤيتها وبصيرتها الثاقبة أعادت الاستقرار إلى مصر وأعادت وضع مصر العالمي. هذه الزيارة أيضا أكدت صورة مهمة جدا، ترحيب الشعب المصري بعنصريه بالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان كان دليل على ترابط وقوة المصريين. هنروح لأحداث ومواقف وطقوس عرضتها هذه الزيارة، أتأكد كل موقف فيها أهمية الحدث، صورة مصر عالميا، واقع مصر من الاستقرار ومن أمام الآن عفوا رغم المشككين الكتير ورغم كل المحاولات لتشويه صورة مصر في الخارج، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بمصر إلا خيرا دائما وأبدا. بالتالي كانت هذه الزيارة هي أهم زيارة. هنروح لصورة ثانية وهي هتكون برضو معنا ترحيب البابا نفسه بزيارة مصر زي ما الصورة موضحة لحضراتكم. بابا فرانسيس قد في كلماته اللي ألقاها في مواقف ومناسبات وطقوس متعددة قد على أن مصر أرض السلام والأمان، أكد أنها مهبط الرسالات السماوية، وأكد قيمة مصر العالمية، وهذه القيمة كانت من فجر التاريخ، وهي دي بكل تأكيد رسالة بعث بها بابا السلام من أرض السلام إلى كافة دول العالم. إذن هذه هي مصر أمام العالم، هذه هي مصر في عيون أهم القيادات السياسية والقيادات الدينية، رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس أشاد بما له من حفاوة من استقرار من أمن، تحرك في كل ربوع مصر وكل ربوع مصر كانت شاهدة على هذا الأمن والأمان. نخرج فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. رجعنا لكم، هنبتدي مع رسوم الصور المتنوعة والمختلفة اللي بتتعرض لكل المواقف المحيطة بين. لا يزال الموقف الأممي وزال الموقف العربي، ولا تزال مأساة الربيع العربي التي تحولت إلى خريف على دول الشرق الأوسط هي أهم المحور أو أهم المحاور اللي سلط الرسام الكاريكاتير الضوء عليها. أول صورة معانا من جريدة الأهرام، أنس الدين بيصور لنا فيها حال المواطن العربي. المواطن العربي في ذهنه ايه؟ فلسطين، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا. هموم المواطن العربي في هذه الصورة اذا اكتشف او اذا بحث في نقطة من هذه النقاط في دولة من هذه الدول هيجد المزيد من سفك الدماء. الارهاب لا تزال يد تطال هذه البلدان، هيكتشف حالة الاضطرابات، هيكتشف المؤامرات والاموال الطائلة التي تنفق من دول محور الشر لدعم إرهاب وتقسيم هذه المنطقة وإضعافها لخلق حالة من الفوضى في المجتمع العربي. بكل تأكيد هذه الصورة بينت هموم المواطن العربي بشكل عام وما يشغله. هنروح معانا في صورة تانية ولازلنا لسه أيضا مع أنس الديب، وكاريكاتير بيصور لنا فيه وجهة نظر وخيال الإرهابيين والإرهاب بشكل عام. هنبص هنلاقي إن الإرهابي هو بصورته كده، لكن الرسام بينه في خياله إن هو أسود وقبيح، هذا هو ظل الإرهابي، هي دي حقيقة الإرهاب. إن إذا كان الشكل يبدو في صورة إلا أن الحقيقة صورة أخرى، هم أعداء الوجود، أعداء الحياة، هم قتلت الإنسانية والبشرية،
هم رسل الفساد والخراب والدمار في الأرض. هي دي الصورة اللي شافها الرسام الكاريكاتير وبينها، هي أشكال آدمية بشرية بتتحرك ما بيننا وقدامنا وحوالينا، ولكن النوايا والخفايا هي نوايا كلها دوافع الشر، حمل سلاح ونشر الفساد وقتل الأبرياء. هنروح برضو لصورة تانية من جريدة الأهرام وكاريكاتير آخر لأنس الديب بيصور لنا في العالم والحالة في العالم، الاضطراب اللي بيشهده العالم بقالنا عدة أسابيع، عمالين نشوف حالة الاستعداد والتأهب، دعاوى وقوع حرب عالمية، تأهب أمريكي وتأهب روسي وتأهب صيني وتأهب في كوريا الشمالية. كل هذه الملامح هي الصورة السوداء التي تخيم على أجواء العالم، حالة من الرعب والفزع تنهال على الشعوب خوفا من وقوع حرب عالمية ثالثة، حالة من التأهب للتسليح وتأهب للصراع وتأهب لاحتلال دول والسيطرة على مضرها. كل هذا مليارات وتريليونات الدولارات تنفق بدل في الحرب في الفساد في الخراب للإنسانية، بدلا من أن تنفق على حل مشكلات البشرية ونشر السلام ومحاولة معالجة دول اللي أصابتها المجاعة وإلى آخره. دي وجهة نظر الرسام الكاريكاتير شافها كده، مدافع وهات أسلحة مسلطة لبعضها البعض لنشر الخراب. لصورة تانية معانا وهي كاريكاتير لهمام يوسف. همام يوسف عايز يتكلم على سوريا التي أوجعت قلوب العرب جميعا. هنشوف الصورة هلاقيها سوريا، هذه المرأة اللباكية التي تشتبك الأسلاك الشائكة بكل نقطة في جسدها، هي دي صورة سوريا من وجهة نظر رسام الكاريكاتير. سوريا العربية الذبيحة، هذا البلد الذي أدمى قلوب العرب جميعا، ولا تزال أدماء تنزف على أرض سوريا بلا مبرر وبلا وجه حق، وراء دعاوى ومؤامرات كاذبة، فتن طائفية ومساعي لتفكيك وتقسيم سوريا. إذن من وجهة نظر رسام الكاريكاتير وصلت الصورة إلى هذه الحالة وعملية التشوه الذي أصاب سوريا وبينه على شكل امرأة زي ما شفناها في الصورة. هنروح لصورة تانية معانا وهي نتنقل من سوريا، هنروح لفرنسا والصراع المحتدم في الانتخابات الفرنسية القائمة والإرهاب اللي بيطل بوجهه القيح على هذه الانتخابات ما بين ماري لوبان وما بين ماركون مرشحي الرئاسة الفرنسية، والإرهاب الذي طال زي ما هو باين في الصورة، وحش قبيح الشكل يحاول أن ينال من هذه الانتخابات في ذروة انشغال الدولة الفرنسية بالانتخابات والتحضير لها وما تحتاجه من ضوابط ورابط وأمن وحفظ استقرار للبلاد، إلا أن الإرهاب يتسلل في ظلام الليل إلى هذه الدولة. ده يؤكد من وجهة نظر الرسام الكاريكاتير أن الإرهاب لا يضع في نظره أي اعتبارات وأي ظروف للعالم، لا يضع أساسا حتى العالم في معه، ولكن هو له أجندات له أهداف بيسعى إلى تنفيذها أيا كانت وعلى حساب من كانت. هنروح لصورة تانية مع أمام يوسف وكاريكاتير تاني بيصور لنا برضو شكل تاني من أشكال الإرهاب وصورة أخرى. هنلاقي هذا الإرهاب هي الدمية القبيحة التي تظهر بهذه الصورة، هيكل عظمي مغطى بيغم بيحمل قوس اللي هو السيف المعقوف وملطخ بالدماء وقطرات الدماء بتنزل منه. كل هذه الملامح هي صورة أو رؤية الرسام الكاريكاتير للإرهاب. هو ده الإرهاب، هو لا يتمثل في رجل، هو يتمثل في فكر، يتمثل في نتائج، يتمثل في داس بتقع بالفعل وكنا بنشوفها وبنعيشها على كل شاشات التلفزيون وكافة وسائل الإعلام في العالم. أبرياء يموتون بلا ذنب لتحقيق أهداف ومؤامرات تكون شخصية وقد تكون دولية، ولكنها في النهاية هي صراعات يدفع ثمنها الإنسان البسيط والشعوب الحرة. هنروح لصورة تانية ولازلنا مع برضو الإرهاب، ولكن هي من فرنسا، وأنس الديب بيصور لنا الحادث الإرهابي القبيح الذي وقع في باريس. خلى المجتمع الفرنسي في حالة من الحيرة، رأى
رأس بيخرج منها كذا فكر كذا رأي. رأي يقول نطرد اللاجئين، ورأي يقول لا نحب اللاجئين، رأي تاني يقول له لا نطرد اللاجئين. التشوهات الفكرية والتشوهات في الأحداث دي كلها من اللي أوجدها؟ الإرهاب وصنيعة، هي صنيعة الإرهاب. التعدد في الآراء والاختلاف مين اللي بيدفع ثمنها؟ الشعوب. ما هو اللاجئين دول مين؟ هم أفضل وأصحاب استقرار وحضارات ولكن برضو الإرهاب هو كان السبب في لجوءهم إلى دولة زي فرنسا أو غيرها عشان يبدأ كل واحد يشوف يبت في أمرهم بمزيد من الشقاء أكتر من الحالة اللي عاشوها وأكتر من التشرد اللي هم عاشوه إزاي. فبيورينا التشتت حاصل في فرنسا ازاي، هو ده اساس الصراع في الانتخابات الفرنسيه، نطرد اللاجئين ولا نسيب اللاجئين. نروح لصوره ثانيه ومن جريده الاهرام هم يوسف صور بقى تاثير المره دي العمليات الارهابيه على الانتخابات الفرنسيه. فبيورينا برج ايفل عامل زي ارتكاز الميزان فرنسا. فالانتخابات كفه وده صراع واحتكاك ولازم العقل يبت في هذا الامر في الشعب، عند الشعب الفرنسي بحاله من الاستقرار، لكن ازاي الاستقرار وكفه الارهاب هي اللي بميل وهي اللي بتسيطر. الارهاب والعقاب اللي بيقع على فرنسا من الارهاب، لان فرنسا دوله حره وساندت الدول التي تواجه وتحارب الارهاب. الارهاب اللي بيقع على فرنسا من وجهه نظر ارسام الكاريكاتير ورانا ان هي حاله من عدم التوازن ما بين احداث وصراعات في الانتخابات، ودي مهمه، لكن الارهاب في النهايه هو اللي بيغلب وبيعتبر هو صداره الاحداث، لان هو اساس كل المأساة التي تقع في اي دوله. هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حول العالم والارهاب وتاثيره، خليكم معنا. ورجعنا لكم، ورسام الكاريكاتير عودنا ان هو يستعرض كل المواقف، يستعرض كل الافكار خطوط رسوم، لكنها بتلخص وبتختزل احداث كتيره في فكره بسيطه بيعرضها الرسام الكاريكاتير. زي ما عودنا يتنقل اول صوره معانا هتكون من الاهرام لانس ديب، وهو بيسولان الرئيس الامريكي دونالد ترامب علشان واقف وبيحاول ان هو يصطاد سمكه من الشرق الاوسط. طبعا هي الصوره معبره جدا، هي غذاء وهي وجبه، هو عايز يوصل واقف في مياه الشرق الاوسط بيشوف مصلحته هتكون فين، بيشوف مصلحته هتكون مع مين. طيب هو بيبدا عهد جديد في الولايه كرئيس منتخب للولايات المتحده الامريكيه، يرتبط مع مين، يتحالف مع مين، مصلحته هتكون فين، السمكه الوجبه بتاعته اللي هو من اجلها متواجد في الشرق الاوسط تكون مع مين، لان احنا اصبحنا في عالم هي لغه المصالح. ده اللي بينه ورسمه رسام الكاريكاتير، ده اللي حاول يصوره، انه ليست هناك محبه وليست هناك دعوه الانسانيه والرحمه والديمقراطيه والعداله، كل دي كلمات اقتصرت على الخطب والعبارات الرنانه، لكن في الواقع عالم المصالح جاب لنا الرئيس الامريكي في مياه الشرق الاوسط بيبحث عن السمكه اللي تهمه عشان يشوف مصلحته هتكون فين كرئيس جديد بيعمل لدولته. هنروح لصوره ثانيه ولسه مع انس الديب وكاريكاتير ثاني بيصور لنا الارهاب والايد اللي عماله تحارب الارهاب. ادي داعش، هناك يد قويه وسلاح اكبر من حجم هذا الارهاب واكبر من حجم داعش. هذا السلاح هي اصرار بعض قاده العالم، ولا استطيع ان نجمع او نعمم، اصرار بعض قاده العالم على مواجهه هذا الارهاب القبيح، على حرب الى ما لا نهايه حتى ابادت هؤلاء الارهابيين بكل ما اوتيت هذه الدول من قوه ومن قدره، لان الارهاب هو اما الوجود او اللا وجود لاي دوله. هروح لصوره ثانيه لسه برضو مع انس الديب وتير، بيصور لنا صندوق النقد الدولي وتاثير صندوق النقد الدولي، فبيورينا ان هو عامل زي تمساح كبير بيبتلع شعوب، مع ان من المفترض ان صندوق النقد الدولي هو المأمن والمكان والملجأ اللي بتلجأ اليه الشعوب عشان يخرجها من محن، لكن هو بيفترس كل ما هذه الشعوب بفروضه واشتراطاته ومتطلباته. يعني الرسام الكاريكاتير شافوا تمساح،
هذا التمساح يود أن يبلع، فهو يقدم خدمة ويود أن يسترد قيمة هذه الخدمة بمضاعفتها. طبعا هي صورة بتنسحب على كل دول العالم وعلى حالة الاضطراب الشديد اللي بتمر به كل دول العالم، وليست هناك دولة بعينها هي وحدها التي تلجأ إلى صندوق النقد، ولكن هذه هي سياسة صندوق النقد وهذه هي صورته أمام الرسام كاريكاتير. أروح لصورة تانية وهي الصورة من جريدة الأم، وكاريكاتير لهاني طلبة بعنوان الغلاء، بيتكلم عن الغلاء وهي المشكلة والموضوع اللي بنتكلم عنه في بيتنا اليومية في كل مكان. بيورينا واحد جزار عارض كيلو لحمة كاتب عليها 140 جنيه، أرقام بقت أرقام غريبة، وكيلو 150 جنيه، واحدة ست واقفة ورافعة يافطة بتقول ارحمونا. الرحمة هنا موجهة، وهذا طلب الرحمة موجه إلى الجشع، إلى التجار الذين يختطفون الأقوات ويأتون بكل ما هو غريب ومبتع ولا وجود ولا أساس له من أر ومن احتكارات ومن نهب للسلع ومحاولة نشر وخلق سوق سوداء على حساب الغلابة والفقراء والضعفاء. فالست كانت في النهاية وقفت ورفعت لهم يافطة وقالت ارحمونا، لكن لا يستمع لهذا النداء إلا أصحاب الضمائر الحية، ودول نبحث عنهم في التجار. لسه مع هاني طلبة وكتير آخر بعنوان فواتير الكهرباء. فواتير الكهرباء برضو هي مشكلة، وهي بتواكب نفس مستوى معدلات الأسعار المرتفعة. فالراجل رايح يحصل محصل الكهرباء، واخد معاه ممرض واخد معاه ممرضة. بيقول الجماعة الحقيقة معايا دايما بنقوم بعد تسليم الفواتير. من وجهة نظر برضو الرسام الكاريكاتير عايز يقول انها بتعمل صدمة عصبية، هذه الصدمة العصبية قد تؤدي الى وعكة صحية، قد تؤدي حالة من الاغماء. الناس بتشوف الفاتورة بتتخض، فالراجل الاحتياطي بيوصل الكهرباء راح واخد معاه من اولها الممرض والممرضة اللي عشان يعمل الاسعافات السريعة. اول ما مواطن يشوف فاتورة الكهرباء ويفاجأ هو حاسب عليها بكام. برضو اعتراض على الغلاء بشكل وبآخر، ولكن اذا ما كان هذا الغلاء في ضمن الظروف ومنظومة اقتصادية عالمية مبرر وممكن، لكن الغير مبرر هو جشع الافراد على حقوق الافراد. هنروح لصورة تانية. انا هذه الصورة من جريدة الاهرام لماهر بدر، بيصور لنا فيها رئيس الوزراء وبيتكلم على علاوة اول يوليو، واحد راجل غلبان جنبه بيقول له نحب على ايدك هدي الاسعار. بس هو هنا المطلب ده مطلب من الناس ليه؟ علشان اللواء اللي بينزل او اي قيمه بترتفع في المرتب، جشع التجار بيعتبر ان هم اصحاب العلاوة دي، فبسرعه ابو جنيه بيبقى بجنيه ونص و2 جنيه و3 جنيه وهكذا، كان العمليه عمليه فوضويه يحكمها او بيديرها او بيحركها تاجر على حساب مواطن، ولكن الحقيقه والواقع غير كده. ده يخلينا نقول الحمد لله ان صدر من الحكومة القرار بمسألة اعلان الاسعار على السلع، حتى لا يتلاعب كل تاجر جشع بنواياه او باهدافه بارزاق وخوط الغلابة. عشان كده هو الراجل طالع يقول بلا مش عايزين العلاوة، بس هي الاسعار هي اللي تهدى والاسعار هي تقف، لان هي الشكوى وهي دي العبء الاكبر على كل مواطن. هنروح لصورة تانية وهي من جريدة الاهرام انس الديب، ورينا فيها بمناسبة عيد العمال اللي احتفلنا به في الاول من مايو. طبعا في ظل الظروف وظل الحالة الاقتصادية الحرجة اللي بتمر بها البلاد، هو من وجهة نظره شاف واحد نايم مخه عمال بيحلم، فبيورينا العلاوة هتيجي، لا اول ما هتيجي جشع التجار هتطفها. نفس الفكرة السابقة، نفس المنطق السابق، هي ان علاوة الموظف علاوة العامل اي علاوات بتحاول الدولة تحل بيها وتخفف من الاعباء عن المواطنين، بينتظرها تاجر جشع عشان يحاول يختطفها وكأنه بيعتبرها هي حق. يعتبروا ده ان نوع من الفهلوة ونوع من الشطارة، ولكن هذا الامر ليس تجارة، بالعكس هي سرقة، وهو تحليل للحرام وتحايل على الحق لمحاولة اقناع نفسه بانه بيكسب، انه بيشتغل، انه هو صح. ده شايف الرسام الكاريكاتير وشاف ان هي دي الفكره الرئيسيه. هنروح للصوره الثانيه معانا،
من جريدة الأهرام وكاريكاتير لهاني طلبة، وبرضه لسه احنا في الاحتفال بعمال. بالمرة دي واحد شال يافطة كان مكتوب عليها عيد، يتاجر جشع حرامي لص بيقول كل سنة وانتم طالبين، شال كلمة عيد. قصده ايه من الرسالة دي ومن الصورة؟ جشع التجار بيلغي العيد، بيلغي الفرحة. مواعيد العمال بتكون فيها زيادة دورية وزيادة سنوية، بيكون في معاه منحة من الدولة زي ما قلنا في الكاريكاتير اللي قبله. لكن التاجر لما يخطف المنحة دي ويخطف العلاوة دي يبقى هو لغى حالة الفرحة، لغى الإحساس للعامل ان هو بينتظر عيد بيكون هذا العيد مناسبة بالنسبة له يرجع بيها بالفرح على وعلى حياته، وشيء من الاستقرار كخطوة للأمام. لكن التاجر الجشع في النهاية هو اللي بيلغي هذه الفرحة ويتدخل في إفسادها. هنروح آخر صورة معانا وهي لفرج حسن. فرج حسن من جريدة الأهرام بيصور لنا عيد العمال وقرار من العمال في مصر اللي هي علة النصر مرفوعة والحرب على الكسل، الحرب على التراخي والتهاون، لأن مصر لن تنهض ولن تخرج من أي محنة أيا كان حجم هذه المحنة إلا بالعمل إلا بالإنتاج. ما عندناش أي وسيلة تاني تأكلنا وتكسبنا وتعيشنا وترتقي بحياتنا إلا إذا أنتجنا، بعنا، جبنا العملة الصعبة، قدرنا نسيطر على مواردنا نستغلها لينا ولصالحنا. ده الفكر اللي هو حاول الرسام الكاريكاتير في الصورة يبينه، رباط العامل بمصر وإصرار العمال. في ناس كتير بتشقى وبتتعب في كل ربوع مصر في مشروعات عملاقة وضخمة، إن شاء الله هنحصد نتائجها في القريب بإذن الله، حتى تحيا مصر في استقرار وتحيا مصر. وانتهت حلقة النهاردة، واشوفكم الاسبوع القادم على خير.